حلقة اليوم في سلسلة أغرب كائنات الكوكب تقودنا إلى مخلوقات غريبة من فصيلة الزنفليونسر أو ما يعرف في الشارع المحلي بالمؤثرين. تبدأ المسيرة الاحترافية نحو الشهرة بصنع البوز بالتبهليل ليتسابق صحفيو والفضلات لإجراء حوارات معهم. فجأة وجدوا أنفسهم مؤثرين وبدأت الصفحات الغبية في نشر إطلالاتهم التي لا تزيدهم لا رونقا ولا جمالا. وصلوا إلى 100,000 متابع وولوا حاج خشينه. أصبحت مهمتهم في حياتهم الأرتيفيسيال التقاط صورة يخلعوا بها المتابعين كأنهم عايشين لابلفي. إذا نقص التفاعل يكريوا لكلاش المخدوعين، ولتحطيم الأرقام لا يوجد أفضل من نشر فضائح الحياة الزوجية. وطبعا بقدر ما يكون السبان بقدر ما يكون البوز أكبر. يموتون على البوليتيك ويتكارهون، لكن كي يتلاقوا في ليزيفانمون اللي ما عندها حتى معنى تتجلى أبهى صور النفاق عندما يديرون لبيزو ويقولون العبارة المشهورة: شوفوا معنا علي. قد تحدث توسويسة في أي لحظة إذا اكتشف أحدهم أن مؤثرا آخر ديزابوناه أخطر جنس في هذه الفصيلة. إنهن ليزانفليونسوز، مؤثرات لا يؤثرن حتى في صباطهن. الشهرة سهلة لهن، شطحة خفيفة على التيك توك، ومبروك عليها المتابعين. ويا ويح ملايين المشاهدات إذا أظهرت جزءا من جسمها. في العادة تجدها كومبليكسي من نفسها، فلا يمكن لها وضع صورة بدون القناطير المقنطرة من المكياج وكل أنواع الفيلتر، مما يجعل المواطن يعتقد أنها شابة إلى أن يلتقيها فصفاص ويكتشف الحقيقة المرة. يموتون على الباطل، حتى إن البعض لقبهن بالطلابات، من حانوت إلى حانوت في رحلة البحث عن كادوات من توالق وصابون ريحة. لديهم تكنيك كي حبوا يقولوا حاجة، حيث أنهم يبدأون ستوري ب كامل سقسيتوني في لي ميساج، والحقيقة المرة أن واحد ما سقساهم. تشارك كل تفاصيل حياتها مع الناس بمئات الستوري يوميا، خص غير ستوري دخولها إلى التواليت. أسرار عائلتها على لسان اللي يسوى واللي ما يسواش، لذلك يسهل على الجميع انتقادهم. لكن لا أحد له الجرأة لينتقد فصيلة أخطر من المؤثرين. إنهم ملايين المتأثرين. تجد الرجل بشلغمه قد لبغل لا يتأثر بباباه يماه، ويتأثر بفتاة صغيرة ويتابع كل أخبارها، يتناقش مع أشباهه عن حكاياتها، يترك كل شغالاته ويطاقي ثلاثة أصدقائه في الكومنتار ليربح تليفون، يشجع الرداء بإعطاء أعلى المشاهدات للفيديوهات الماجنة، يتابع باهتمام كل تفاصيل حياتهم ثم يسبهم في الكومنتار، لكن إذا التقاهم يجري ليتصور معهم. آلاف المؤثرين يقدمون محتوى جميل وهادف تتابعه كل العائلة باحترام، ولكن حبيبنا لا يحب المحتوى المفيد، بل يعشق متابعة حكايات السوسيال من زواج وطلاق وسحارات. بقي أن نقول أن وجود الرداءة مبني بالأساس على وجود ملايين يتابعون الرداءة، فالمؤثرون مرآة المتأثرين. فمن نلوم؟ المؤثر الذي طيح النيفو وحقق شهرة بالجياحة، أو المتأثر الذي يحب متابعة الجياحة؟